شيفر سانتي. توت سويت شيفر سانتي نهار الخميس. في شيفر سانتي كالعادة موصلين حديثنا حول الأزمة المالية اللي تعيش فيها الصناديق الاجتماعية التونسية حسب تقرير كانت نشرته وزارة المالية الخاص بالمنشآت العمومية لسنة 2022. ومش نمشي بيكم للصندوق الوطني للتأمين على المرض وين سجل زيادة في الأرباح من 574.1 مليون دينار في سنة 2018 إلى 704 مليون دينار في 2020 مع مساعدة الدولة والمشاركة الاجتماعية التضامنية اللي تطورت من 8.7 مليون دينار إلى 6.8 مليون دينار. في المقابل ارتفع الدين من 1.81 مليار دينار إلى 2.44 مليار دينار سنة 2022. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي.